أهلا بكم مشاهدي حديث الوطن، اليوم في حديثنا عن اليمن. القرارات الرئاسية بإعادة هيكلة الجيش صدرت وحصلت على التأييد الشعبي. الخصمان العقيد أحمد علي عبد الله صالح واللواء المنشق علي محسن الأحمر بدا أنهما أبعدا عن المشهد العسكري، وتم إنهاء انقسام الجيش بينهما. ومع انجلاء ملامح مشهد اللحظات الأولى، خرجت أخبار تقول أن الرجلين الممسكين بطرفي الجيش موعودان بمناصب عسكرية في التشكيلة الجديدة التي قسمت الجيش إلى 7 مناطق. في تحليل عسكري لبعض المعارضين للقرارات، فإن هذه القرارات تكرس المناطقية والتفتيت السياسي في وجود قوى سياسية وعسكرية تسيطر على الأطراف. فإن هذا التقسيم سيكون جزءا من التمهيد للحل السياسي القائم، أي الفيدرالية. في هذه الحالة يمكن أن تكون الفيدرالية العسكرية مقبلة قبل السياسية. هذا هو الطريق الخطر الذي يسير فيه اليمن، إنه يشبه الطرق الجبلية الوعرة التي اشتهر بها. تفاصيل الهيكلة العسكرية لم تكن واضحة قبل القرارات الرئاسية. الكل كان يطالب بالهيكلة ولا أحد يعرف كيف ستكون، لأنها أسندت إلى الرؤية والرعاية الأمريكية بحسب المبادرة الخليجية. في تفاصيل القرارات ظهرت أن مراكز القوى فتتت لإنشاء مراكز جديدة. فهل أطاح الرئيس الجديد بما بقي من نفوذ الرئيس القديم ليتسنى له بناء مراكز قوى جديدة تدين له بالولاء؟ هل انتهى انقسام المؤسسة العسكرية؟ أم أن قرارات توحيد الجيش هي اتجاه إجباري للتسوية السياسية؟ ولكن هل تسهم هذه القرارات في شكلها الحالي بالتمهيد للحوار الوطني، أم تعزز الانقسام السياسي والصراع على تركة النظام السابق؟ هذا هو سؤال هذه الحلقة، الذي يشاركنا الإجابة عليه المعارض السياسي عبد الله سلام الحكيمي من بريطانيا. ومن صنعاء سيكون معنا العقيد، وهو الدكتور عبد الله الحاضري رئيس النيابة العامة العسكرية. وقبل أن نبدأ الحوار، نتابع التقرير لمراسلنا في اليمن أحمد عبد الرحمن. بصدور قرارات هيكلة الجيش اليمني تطوى صفحة من تاريخ المؤسسة العسكرية وتفتح أخرى، صفحة جديدة تختلف في الشكل، لكنها لجهات المضمون والتحديات تبقى متشابهة. قرارات الرئيس اليمني التي هدفت إلى إنهاء الانقسام في المؤسسة العسكرية اليمنية كرست الانقسام أكثر في الشارع اليمني ما بين مؤيد ومشكك بها. قسم من السياسيين رأى أنها تعيد إنتاج أساليب النظام السابق وتعزز في الوقت نفسه مركز الرجل الأول في الدولة. مشكلة القرار الأخير أنها جعلت تحت إمرة الرئيس مباشرة قوات ضاربة، بل وأكثر من هذا ما سمي بمكافحة الإرهاب، بمعنى ان انه سواء كان عبد ربه منصور هادي، حتى لو احسن الظن في الرئيس عبد ربه منصور هادي، قد ياتي الذي يليه، ونحن لا نعلم حتى الان من هو، قد ياتي الذي يليه ويسيء استخدام هذا السلطه وهذا القوه. اين قراراتك يا هادي؟ القرارات التي سبقتها ضغوطات شعبيه واسعه من ثوار اليمن جاءت بعد ساعات من تصريحات للسفير الامريكي بصنعاء أكد فيها اقتراب موعد صدور القرارات، ما دفع بأطراف سياسية إلى الالتزام بالصمت تعبيرا عن عدم رضاها على عكس أطراف أخرى. في 3 أشياء حدثت قبل القرارات. أولا اللقاء يعني في القناة اليمنية مع السفير الأمريكي. ثانيا تصريح بن عمر، كما أكد بذلك ياسر العواضي أنه تكلم بالقرارات بن عمر قبل أن يصدرها رئيس الجمهورية. ثالث شيء المظاهرة الشعبية، وكأنها مسرحية هزلية ولعب على الشعب اليمني وإعادة إنتاج الماضي، يعني القوى السابقة. المحاصصة التي طغت على قرارات هيكلة الجيش وتعيين قادة عسكريين مقربين من طرفي النزاع العسكري في اليمن، مع طغيان فصيل على آخر، إلى جانب إعادة تموضع الجيش في 7 مناطق جغرافية عدها سياسيون استباقا لنتائج مؤتمر الحوار الوطني. تقسيم اليمن إلى مناطق عسكرية رغم أنه جانب إيجابي، بالإضافة إلى الهيكلة هذه، إذا اعتبرت هذا قرار الهيكلة، هذا استباق لنتائج الحوار بالتأكيد. ما الذي سنطيع فيه بن عمر وسعادة السفير الأمريكي، وما الذي سنطيع فيه ضميرنا اليمني والمصلحة اليمنية؟ قد تكون قرارات الرئيس اليمني أنهت الجدل السابق حول أيهما يسبق الآخر، الهيكلة أم الحوار،
لكنها لم تغلق الباب أمام التساؤلات المفتوحة عن الجدوى من إبقاء نجل الرئيس السابق أحمد علي عبد الله الصالح واللواء علي محسن الأحمر في منصبيهما، وسط أنباء تتحدث عن تمنع الأخير من تحديد الموقع العسكري الذي سيعين فيه، فيما كشفت تسريبات صحفية عن تعيين نجل الرئيس السابق في منصب عسكري رفيع. نعم، إذن الهيكلة أم الحوار؟ كانت الإجابة هي الهيكلة، ولكن ما زلنا في نقطة الهيكلة. أستاذ أو دكتور عبد الله الحاضري، أريد أن أبدأ من قوة الرئيس العسكرية. الآن الرئيس هادي يعني تتبعه تقريبا 4 ألوية بحسب التشكيلة الجديدة، هي ألوية النخبة وهي تتبعه شخصيا. كما لاحظنا في التقرير هناك تخوف من بعض القوى السياسية من أن هذا يعني قوة عسكرية جديدة للرئيس شخصيا وليس فقط للنظام الحاكم. أولا أحب أن لا أدري تفضل تفضل مساء الخير. أهلا بك مساء النور عليك أختي الكريمة وعلى جميع مشاهدي قناة الميادين. وبعد أمدي بدء أحب أن أنوه أنه الجيش اليمني بأكمله يتبع الرئيس، مش بس النخبة. نحن معروف اليمن أن نظامنا السياسي هو نظام رئاسي، والنظام الرئاسي معروف أن الجيش يتبعه مباشرة وتحت إمرته حتى يحقق بعد ذلك البرنامج الذي من أجله انتخبه الشعب. تخصيص بعض الوحدات أن تكون تحت إمرته مباشرة قد يكون هناك بعض السلبيات فيه، لكن عموما الجيش بأكمله يتبع الرئيس. وبالتالي أنا أعتقد أنه طبيعة المرحلة التي نحن فيها بحاجة إلى نخبة القوات المسلحة وأن تكون تحت إمرة الرئيس حتى نستطيع أن نتعدى هذه المرحلة. عموما القرارات بأكملها أو برمتها كانت جيدة وتكرس لتنفيذ المبادرة الخارجية وآليتها التنفيذية. وأعتقد أنه التخصيص الذي ذكرتموه بالنسبة لبعض الوحدات العسكرية تخضع للرئيس بقدر ما فيها سلبيات في الشكل، لكنها بحسب مقتضيات المرحلة تكاد تكون إيجابية إلى حد ما. لكن عموما بشكل عام حتى لا نعتبر أو بمعنى أدق وحتى نتعود نحن في اليمن أن نقدس القرارات ونقدس الزعامات، ينبغي أن نقول للسلبية هذه سلبية وللإيجابية هذه إيجابية. نعم. وهذا أمر جيد برغم أن التوجه العام للقرارات والوضع العسكري الآن بشكل عام ممتاز، يعني بحسب المبادرة الخليجية وبحسب الوضع ومقتضيات الوضع السياسي بشكل عام. نعم، إذا هناك سلبيات في الشكل، ولكن الوضع السياسي اليمني يفرض هذه السيطرة العسكرية للرئيس. أستاذ عبد الله سلام الحكيمي، أنت معنا من بريطانيا واستمعت لما قاله الدكتور الحاضري. أنت كنت قد انتقدت في أوقات سابقة عدد من قرارات الرئيس هادي واعتبرتها أنها استمرار للمحاصصة وتكريسا للمناطقية وأنها تفجر كثيرا من الألغام المناطقية والعنصرية في اليمن. هل القرارات العسكرية الأخيرة تسير بنفس هذا الاتجاه؟ دعيني في البداية أحييك وأحيي قناة الميادين والمشاهدين الأعزاء وضيوفك الكرام. أهلا بك. أما فيما يتعلق بما أو بالفرقعة الإعلامية التي حدثت أخيرا فيما سمى بإعادة هيكلة القوات المسلحة، فأعتقد بأنها لا تعد كونها مجرد فرقعة إعلامية لشفط النقمة التي كانت تضغط في اتجاه أنه لا يمكن إجراء حوار في ظل استمرار سيطرة مراكز القوى التي تقاسمت الجيش. وبالتالي فإن ما حدث ليس إعادة هيكلة، وإنما هو هيكل تنظيمي نظري نمطي لشكل الجيش الذي سيبنى. متى سيبنى؟ يمكن بعد عام، عامين، ثلاثة، أربعة. ولكن أخطر ما في هذا الهيكل التنظيمي من وجهة نظري أنه لأول مرة يقنن بأن وحدات النخبة والقوى الضاربة تبقى تحت القيادة المباشرة لرئيس الجمهورية اللي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. نعم. ونحن نعلم بأن رؤساء الجمهوريات يكون عادة قادة أو قائد أعلى للقوات المسلحة. نعم. لكن له مهام محددة وليس قيادة وحدات. الحرس الجمهوري عادة في البلدان الأخرى يكون مهمته حماية رئيس الجمهورية، وبالتالي فإنه قائده يتبع رئيس الجمهورية. لكن أما أن يكون رئيس الجمهورية هو قائد أعلى للجيش كله وللأمن، ثم يكون هناك وحدات ضاربة، وحدات نخبة تحت سيطرتي، هذا هو مكمن الخطورة. وبالتالي نحن نقول أن ما استغرقه علي عبد الله صالح
في بناء قوات تابعة له على مدى 20 و25 سنة قام فيه فخامة الرئيس عبد ربه في خلال فترة وجيزة لا تتعدى أشهر. وبالتالي نحن ننبه إلى مكمن الخطورة هذه وأنها سوف يكون لها عواقب وخيمة. ويبدو أن الرئيس عبد ربه ناوي يمدد وناوي أنه يطول في الفترة وبالتالي يكون له قوة. هذه ناحية. الناحية الثانية أنه لم يجري تغيير لا للحرس ولا للفرقة. الفرقة فرقة والحرس حرس وباقيين إن شاء الله بعد سنتين أو ثلاث سنين الله يعلم إيش اللي بيصير. لا تزال التركيبة التي تتحكم في قيادة الجيش وبالتالي تتحكم في الحكم التي ظلت لمئات السنين لا تزال كما هي. فقط كل ما جرى أنه أزيح في المكان قليلا للجماعات المحسوبة على الرئيس عبد ربه منصور هادي، ليس أكثر من ذلك. ولكن ملاحظ أنه منذ تولى الرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي السلطة وقراراته وبالتالي القرارات وذات القرارات الأخيرة وما قبلها لوحظ أنه يقصي منطقة تشكل غالبية سكان اليمن وهي هذا المثلث وهي تهامة أب تعز إضافة إلى صعدة وإلى المهرة وإلى حضرموت وإلى عدن وإلى ريمة. هذه المنطقة تمثل غالبية كبيرة من السكان مقصى من تفكير ومن قرارات ومن إجراءات للأسف الشديد الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي. وهذه لها اعتبارات طبعا مناطقية وطائفية وقبلية وإلى آخره. إذا الأستاذ عبد الله سلام الحكيم يعيد انتقاده مرة أخرى، هو يرى القرارات أنها تفجر المناطقية في اليمن. دكتور عبد الله، يعني الآن عندما نرى أن الجيش قسم بهذا الشكل أن هناك سبع مناطق في وقت ما زالت هناك يعني دعني نقول قوى سياسية مسلحة موجودة في مناطق كثيرة، موجودة في صعدة، موجودة في الجنوب، هذا التقسيم أو هذا التفتيت العسكري هل يعني أن اليمن مقبلة على الفيدرالية العسكرية؟ ودعني أعود إلى ما قاله الآن أنه لا توجد هيكلة، يعني الأستاذ عبد الله سلام أيضا يتحدث أن ما زالت القوى السياسية كما هي وأن الفرقة لم تفتت ولا الحرس الجمهوري فتت، بالعكس أعطيت قوة عسكرية أقوى للرئيس هادي. ما الذي يحدث في المؤسسة العسكرية السياسية اليمنية؟ أعتقد أنه يجب علينا أن نقرأ هذه القرارات قرار بموضوعية ونقرأها بمهنية ونقرأها كما هي عليه دون أن نضفي عليها طبع المزايدات أو المناطقية أو غيرها. إما أن نكون واقعيين أو يتعدانا الواقع. القرارات الجمهورية صدرت وألغت الشخصية القانونية للفرقة الأولى مدرع وألغت الشخصية القانونية للحرس الجمهوري وتنفيذ هذه القرارات بحاجة إلى وقت كما هو معروف في العالم بأكمله. عندما تلغي شخصيات اعتبارية أنت بحاجة إلى فترة حتى تلغي آثارها. ليس من المعقول أن أبخر الفرقة وأن أبخر الحرس الجمهوري وأن هو ينفي بين عشية وضحاها. يجب أن نعلم أنه عندما تصدر قرارات جمهورية أمام العالم فقد أصبح هناك التزام أخلاقي وأدبي وقانوني في التنفيذ. التنفيذ عندما أنا أقرر أن أغيب وحدات عسكرية أنا بحاجة إلى أن أستغرق فترة من الزمن حتى أستطيع أن أعالج هذه الآثار. كم الفترة المطروحة؟ هل هناك سقف زمني مطروح؟ احنا الان بنطالب وحقيقه انا سمعت الان من وزاره الدفاع ان الوقت قد يحتاج. انا ربما اقترحت في احد المقابلات مع احد القنوات ان الفتره لن تقل عن 6 شهور واعتقد انه فعلا لا يمكن ان تقل فتره التنفيذ عن 6 شهور. انا معي قوى بشريه بحاجه الى ان اوزعها، بحاجه الى ان اوزعها على المناطق الجديده، بحاجه الى ان اعالج اوضاعها القانونيه، وبالتالي المساله تحتاج الى وقت. فكيف استطعنا ان نستنتج انه لا توجد مصداقيه وان هذه قرارات فرقعة؟ أنا أعتقد الفرقعة أن نتكلم بما لا نعلم، إما أن نتكلم بعلم أو نسكت بحلم أو نتكلم بموضوعية. القرارات ما لهاش 3 أيام. أحيانا قرار فردي، أحيانا تعيين مدير عام أو تعيين مدير إداري يحتاج مني إلى وقت. فكيف تريد أن أعالج أوضاع وحدات عسكرية بين عشية وضحاها؟ هذا جانب. طب بالنسبة لإقصاء المثلث تعز تهامة صعدة، لا، القوات المسلحة يجب أن نعلم شيء واحد. عندما أتكلم عن القوات المسلحة في أي دولة في العالم بل منذ أن خلق الله البرية، القوات المسلحة دائما لها خصوصياتها. لا يوجد في القوات المسلحة جسبة تمثيل نسبي أو تمثيل مناطقي، هي تعتمد على معيار الكفاءة، على معيار القدرة. من أثبت قدرته وكفاءته وفقا لمعايير مخصصة يتفضل في القوات المسلحة. القوات المسلحة تعتبر المجتمع اليمني المصغر فيها من كل أطياف الشعب وليست حكرا على طائفة معينة أو على منطقة معينة، هذا في إجحاف. لكن أنه يجب أن أمثلهم تمثيل رسمي هذا هو غير معقول. يعني الآن القوات المسلحة بأكملها
تشمل كل مناطق اليمن على الإطلاق، وأنا أتحدى من يقول غير ذلك. أما بالنسبة للمناصب القيادية فهذه تخضع للمعيارية، تخضع للمهنية، تخضع لمعايير الاحتراف، ليس بالضرورة أن يكون فيها تمثيل نسبي، المهم أن يكون فيها معايير محددة للتعيين ولتسليم الأعمال وفقا لمعايير كفاءة ومهنية واحتراف، لكن ليست كأي مؤسسة أخرى يجب أن يكون فيها توازن مناطقي. هذا كلام غير صحيح، في كل القوات المسلحة في العالم تخضع المعايير للعلم وللكفاءة وللمهنية، أما التمثيل النسبي بحسب السكان هذا أمر فيه استحالة. طيب بالنسبة لهذه الفكرة الآخر طب بالنسبة لهذه الفكرة أثريات، ولكني اسمح لي فقط أن أنتقل في نقطة كان يتحدث عنها الأستاذ عبد الله سلام الحكيمي. أستاذ عبد الله، أنت تحدثت الآن، يعني يتحدث الحاضري أن أولا على هذه القرارات أن تأخذ وقت، ولكن أنت قلت نقطة خطيرة، أنت قلت ما يحدث من تقوية لنفوذ الرئيس العسكرية هو يعني أن الرئيس منصور هادي لن يكون رئيسا انتقاليا، وكأنه يعد نفسه لأن يكون رئيسا ما بعد المرحلة الانتقالية، ما بعد 2014. في نفس الوقت أنت قلت أن القوى التي كانت تتبع النظام عسكريا أي أقارب الرئيس علي عبد الله صالح ما زالوا موجودين في أماكنهم. كيف يمكن أن نفسر ذلك إذا كان الرئيس سيكون موجودا أو سيستمر، وبنفس الوقت سيستمر ابناء علي عبد الله صالح؟ اي علي عبد الله صالح، اي ما زلنا في نفس النقطه، المربع واحد، وما زال عبد ربه هو نائب علي عبد الله صالح؟ الواقع اريد ان اوضح نقطه مهمه، وهي انه ما اعلن عنه قرارين، قرار بتعيين بعض قاده وحدات، وقرار بهيكل تنظيمي للجيش اللي سمي اعاده الهيكله، لكن هذا كلام نظري لم يتبع، يعني هذا انه الجيش سوف يتم اعاده هيكلته على هذا النحو النظري النمطي الذي اعلن عنه في القرار، ما فيش هيكله، وبالتالي انه ياخذ يمكن سنتين ثلاث سنين او اكثر الى ان يتم اعداد هذا يعني تطبيق هذا الهيكل التنظيمي. حتى نوضح، ما الذي تعني انه لا يوجد هيكله، انه ما زال نظري؟ يعني لانه القرار منطوقه انه قرار بالهيكل التنظيمي للقوات المسلحة. نعم. إذا قرار بهيكل تنظيمي وليس إعادة هيكلة، وهناك قرار آخر عين مجموعة من قادة الوحدات، في الواقع أن هذا التعيين هو يعكس طبيعة التركيبة القيادية التقليدية التي ظلت تتحكم بالجيش وبالتالي تتحكم بالحكم مئات السنين، اللي هو إرضاءات لمركزي القوة اللي شقوا الجيش اليمني. الشعب كان يريد من الرئيس عبد ربه هادي أن يزيح طرفي الانشقاق في الجيش، قيادة مش الوحدات، أنا لا أقول بإذابتها كفص الملح، لا، أنا أريد أنه القيادات التقليدية التي ظلت منذ أكثر من 33 سنة هي اللي متحكمة بالجيش لا تزال هي كما هي. مثلا دعيني أكون واضح جدا، يعني الفرقة الأولى مدرع علي محسن الأحمر، أيوة، ألم يقل في مقابلة بأنه لم يكن الرجل الثاني وإنما الرجل الأول طوال عهد علي عبد الله صالح؟ نعم. إذا نحن ظلمنا علي عبد الله صالح إنه حملناه كل المسؤولية، لكن كان يبدو أن هناك رجل أول هو اللي يعني تسبب فيما آلت إليه البلاد في جميع مجالاتها من واقع اعترافه هو. هذه ناحية. الناحية الثانية أن المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية نصت على إعادة هيكلة الجيش وفقا لمعايير وأسس وطنية. هل ما يجري الآن أسس وطنية؟ هل هذا المثلث الذي ذكرناه بالتحديد تعز اللي قاتلت من أجل انتصار الجمهورية والثورة وكانت هي عمود الجيش الوطني الذي حمى وأب والحديدة لا يوجد فيهم مؤهلات عسكرية؟ أفهذا كلام؟ لا لا لا، إنما يجري هو يعني دفع البلد إلى تفجير مناطقي طائفي قبلي أو إلى آخر عنصري حتى. لا، نحن يجب أن نكون واضحين حتى لا نجامل، لأنه سبق أن جاملنا وعانينا ما عانيناه. إنما يجري الآن هو تكرار لما درج عليه علي عبد الله صالح ولما درجت عليه الدكتاتوريات الجمهورية في البلدان العربية اللي أتوا بالسيطرة على الجيش من أقاربهم وأسرهم، وبالتالي صعب إزاحتهم إلا بعد أن دمروا الأوطان. طيب كيف هل نريد وطننا أن يتدمر ما بقى منه؟ كيف تفسر التأييد الشعبي الذي خرج فرحا بهذه القرارات؟ أوهم الرأي العام بأن ما جرى هو إعادة هيكلة، وحقيقة الأمر ليس هناك إعادة هيكلة، يعني كانت هنا يعني فقط هيكل تنظيمي نظري، انه سيكون هناك قوات بريه، قوات بحريه، جوية. قوات جويه،
وحرس حدود سينظم الجيش وفقا لهذا النمط الهيكلي. لكن هل انا لا انادي مثل ما قال اخينا السيد الحاضري انه نذيب الفرقه ونذيب الحرس، من قال هذا الكلام؟ نحن نريد فقط ازاحه قيادات يعني توارثت اسريا السيطره على هذا الجيش، نريد ازاحتهم مع بقاء الفرقه ووحداتها والويتها والويه الحرس، هذول اخواننا، هذول جزء من الشعب، ثم يعاد هيكلتهم، لكن كيف ستهيكل دون ان تزيح هذه القيادات؟ يعني لا يمكن ان يتصور حتى الحوار الوطني عندما يجري في ظل بقاء مراكز القوى في على سيطرتها السابقه وعلى ونفوذها وفرض يعني الان الاغتيال مثلا، خذي مثلا الاغتيال اللي محاولة الاغتيال اللي تعرض لها الدكتور ياسين سعد نعمان، من قام بها؟ طيب لانه غلط انفسنا، يجب ان نكون واضحين. نعم، حتى لن تخفي التفاصيل، إذا عبد الله سلام الحكيمي يتحدث من لندن أنه لم تكن هناك هيكلة وأن الرأي العام ربما عليه أن يقف الآن ويبدأ مراجعة ما حدث، ولكن عبد الله الحاضري لديه رأي آخر، هذا ما سنسمعه بعد الفاصل. مجددا مشاهدينا، في هذه الحلقة نحن نحاول أن نجيب على السؤال الذي ما زال يسأله الشارع اليمني بكل عفوية، هل ما حدث هيكلة ولا مش هيكلة؟ أحمد علي وعلي محسن هل هما في مناصبهما وقوتهما أم فعلا خرجا من المشهد العسكري؟ هل تم استثناء وتفتيت مراكز القوى أم أنتجت مراكز قوى جديدة؟ هذا الجدل ما زال يدور لحد اللحظة في الشارع اليمني وأيضا في الصحافة التي تحدثت عن الموضوع، سنتابع. كتب يونس العرومي تحت عنوان أي علاقة لهيكلة الجيش بمؤتمر الحوار قائلا: ما الذي سيفعله حقا مؤتمر الحوار؟ سيعيد هيكلة الجيش؟ هذا أمر لا يحتاج لحوار، هذا الأمر يحتاج فقط لقرار، وأما الأطراف الرافضة لهيكلة الجيش فلا أحسب شيئا سيتغير في رفضها هذا بعد أو قبل مؤتمر الحوار. ابتلينا نحن دونا عن دول الربيع بوضع عسكري معقد وكئيب، الجيش لدينا ليس إلا جزراً مستقلة عن القرار السياسي، وقد غدا بعضها يطالب بحكم فيدرالي كحق عائلي أصيل، وما لم يتم ذلك فإنه سيمطر العاصمة بصواريخ سكود. فيما رأى عبد البحش في مقالته بعنوان هيكلة الجيش لا تعني تجريده، إن الجيش اليمني يتعرض اليوم لأكبر مؤامرة في تاريخه العسكري تهدف إلى تجريده من أسلحته الاستراتيجية ضمن مخطط إجرامي يقوده الإخوان المسلمون في اليمن بالتنسيق والتعاون مع السفير الأمريكي وسفراء الاتحاد الأوروبي تحت مسمى هيكلة القوات المسلحة، حيث تشير معلومات مؤكدة في صنعاء إلى أن التعيينات الأخيرة التي تمت في الأجهزة الأمنية وقيادات القوات المسلحة تمت بإشراف مباشر من السفير الأمريكي وسفراء الاتحاد الأوروبي. ويتابع الكاتب: الحوثيون عبروا عن إدانتهم الشديدة لتدخلات السفير الأمريكي في شؤون الجيش اليمني وسعيه المحموم لنزع أسلحته ووضعها تحت سيطرته كما لو كان القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن. أما عبد القوي العديني فكتب بعنوان وهم هيكلة الجيش قائلا: حتى وإن دقت أجراس الهيكلة ستظل المهمة عسيرة والمشوار بعيدا جدا لإحلال هيكلة حقيقية للجيش، إذ لن يكون بمقدورها أن تحل مشكلة السيطرة والنفوذ أو ازدواجية المهام والقرارات، ولن تحد من عبث مراكز القوى وهيمنتها على الجيش، وإن صدقت توقعاتي فإن ما يجري الآن لن يتعدى أكثر من تكييف محدود لهيكلة الجيش، ولعل الأخبار التي تحتمل تعيين 3 نواب لوزير الدفاع تندرج تحت هذا التوقع. نعم، إذا ما زال الشارع متخوفا أن يكون ما يحدث ليس أكثر من قرار سياسي ليس له أي صعيد أو صدى على الأرض. أستاذ الحاضري، قبل أيام نشر بعض الصحفيين معلومات تقول أن أحمد علي عبد الله صالح كان قد قدم استقالته قبل 10 أيام من إعلان الهيكلة أو من إعلان القرارات الرئاسية اعتراضا على تسليمه صواريخ سكود في الوقت الذي يعني كان هناك ضغط لأن يسلم هذه الصواريخ، لأن هناك تقارير تحدثت أنه سيضرب بها صنعاء. من كان سيضرب أحمد علي؟ ولماذا لم يستخدم هذه الصواريخ أثناء المواجهات مع اللواء المحسن الأحمر أثناء الثورة الشعبية؟
عموما هي في الفترة الأخيرة كثرت نظرية المؤامرة وكثرة الأقوال بلسان أحمد علي وبلسان فلان، لكن حقيقة لم نجد هناك من يخبرنا حقيقة هذه الأمور أو حقيقة ما قيل على لسان فلان أو لسان فلان، هي مجرد أقوال سمعناها وبالتالي لا يمكن أن نبني عليها أي شيء. عموما أنا أعتقد أن صدور القرارات الجمهورية بإعادة هيكلة الجيش أو بهيكلة الجيش أعتقد أنها قضت على كل هذه الشائعات، وأن كل التخمينات التي كانت ترد بهذا الخصوص أصبحت عدم وليست موجودة. طيب. أعتقد أن القرارات التي صدرت بهيكلة القوات المسلحة حسمت المسألة، أصبح عندنا قائدا لأعلى القوات المسلحة وأصبح عندنا وزير الدفاع ورئاسة هيئة أركان عامة وقائد المناطق السبعة سيصدر بهم قرارات الآن ومساعدين للوزير الدفاع ونائب رئيس هيئة الأركان. لا أدري أين الإشكالية في ذهن البعض، المسألة أصبحت واضحة، يجب أن نبني معطياتنا ومعلوماتنا على ما هو حاصل بالفعل. طيب. لا على ما كان ولا ما على يجب أن يكون. إذن سأتحدث على ما هو حاصل بالفعل. نائب رئيس أركان الجيش اليمني محمد علي محسن كتب مقالا قال فيه إن ما يحدث هي قرارات مسكنة وليست واقعية، نائب رئيس أركان الجيش، وانتقد الدعم لها والمباركة بها، وحتى قال أنها تضليل للرأي العام والوعي العام، وقال أن اليمن يحتاج إلى أكثر من هذه القرارات، أين ما يحدث ليس هيكلة حقيقية للجيش. هذا ما يقال من داخل الجيش اليمني. أنا أعتقد أنه يجب نفس الكلام أن نعود مرة أخرى إلى القراءة الحقيقية للقرارات والوضع الدولي والوضع الإقليمي والوضع السياسي. إذا كان هذا ما يقوله نائب رئيس أركان الواقع. الجيش بغض النظر حتى لو قلنا نائب رئيس أركان الجيش، أنا أعتقد ليس هناك أحد مزكى وليس هناك أحد معصوم، كلنا نخطئ وكلنا نصيب، يجب أن نتعلم كيف ننتقد حتى آراء الرئيس. أنا أعتقد أنه نائب رئيس هيئة الأركان أو أي شخصية أخرى يجب أن نقول له أصبت وأخطأت، هو يجب أن ندرك حقيقة واحدة وندونها، وهي أنه لا يمكن إصلاح المؤسسة العسكرية بالكامل كما يريد الشعب اليمني إلا بعد 10 إلى 15 سنة، بعد أن يأتي جيل آخر مبني بناء كاملة على أسس علمية على أسس مفاهيمية واضحة. أما الآن فنحن نعالج وضع عسكري وفقا للمبادرة الخليجية وآلية التنفيذية وفقا لوضع فرض علينا بعد الثورة، وبالتالي نحن ملزومون ومحصورون برؤية سياسية وأيضا برؤية ثقافية نعاني منها الآن. لا أعتقد أن القرارات قد جانبت الصواب بقدر ما كان فيها هناك إشكالية جانبية أو جزئية يمكن معالجتها إن شاء الله مع الأيام. طيب هل نفهم يعني أستاذ عبد الله السلام الحكيمي، هل نفهم أن هذه القرارات هي يعني مجرد مهدئ أو مسكن للتمهيد للحوار؟ كل هذا يحدث فقط من أجل إقناع كل الأطراف أن تدخل في الحوار الوطني، وفي الحقيقة لا يوجد شيء يتحرك أو يتغير في القاعدة العسكرية؟ في الحقيقة كما سمعت من سياق مقالة في تقريركم أنها لا تعد كونها مجرد تضليل إعلامي للرأي العام، وأنه ما حدث هو قرارين، قرار تعيينات لبعض المواقع العسكرية وقرار بأنه هناك هيكل تنظيمي. ولهذا الأخ العزيز الحاضري يقول إنه المسألة إعادة بناء الجيش تتطلب 10 سنين 15 سنة، وأنا أوافق الرأي في هذا، وهذا هو ما طرحته أنا، إنه المسألة مش بهذا الشكل، مجرد إنه يصدر هيكل تنظيمي نظري خلاص وهو كل الجيش. إذا كان قد تمت هيكلة فليقل لنا أحد أين ذهبت ألويات الفرقة وأين ذهبت ألويات الحرس. لا ندري عنها شيء، بدليل إنه أي كل واقع قائم لا ينتهي إلا بإيجاد واقع جديد يحل محله. فما هو الشيء الذي حل محل الفرقة ومحل الحرس؟ لا نجد شيء، ولهذا عبارة عن فرقعة إعلامية لتسكين الهياج الشعبي الذي يطالب بإزالة مراكز القوى بالجيش فقط، لكي تتهيأ أجواء أفضل للحوار الوطني الذي لا يدري أحدا ما الذي يريد الحوار الوطني أن يخرج به حتى الآن. طيب إذا كانت المسألة غامضة. طيب قبل أن أدخل في الحوار الذي هو فعلا سنفرد له مساحة في هذه الحلقة، يعني إذا كانت هذه القرارات هي مجرد تسكين، هل الرأي العام اليمني هل يمكن بسهولة وبساطة أن لا أريد أن أقول أن يخدع، ولكن أن يصدق أو أن يعني أن لا يفكر كثيرا في أمر هذه القرارات ويعتقد حقيقة أنها قرارات جذرية التغيير؟ هل يمكن أن يمر هذا القرار؟ في البداية طبعاً هو بالإعلام عادة زي ما تعرفي أنت وأنت سيدة العارفين في هذا الجانب، إنه الإعلام له صدمته الأولى عندما يتم بروبوغندا حول شيء معين، يتم تضليل الرأي العام
في البدايه الراي العام ظن ان هناك فعلا اعاده هيكله، وكان ينتظر حتى المظاهرات قبل القرارات. اين القرارات الحاسمه في شعارات المظاهرات؟ اين القرارات الحاسمه؟ فلكي يسكنوا هذا المطلب الشعبي الملح عملوا اخراج اعلامي فيها فرقعه اعلاميه، فيها نوع من البروباغندا ونوع من الاثاره الاعلاميه عن طريق وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه. فاعتقد الناس معظم الراي العام ان هناك يعني فعلا بدات اعاده الهيكل، لكن عندما راوا بانه ليس هناك اي شيء يعني على الواقع العملي تم، وانما فقط كلام في الهواء ما عدا القرارات، ما عدا القرار الاخر اللي عين بعض قاده الوحدات، وهذه القاده الجدد اللي عينوا هم امتداد لهذا مركز القوى او لهذاك للفرقه ولا للحرس، غير كذا ما فيه. يعني ما تقوله الآن ربما هو يجعلني أستحضر كلمة قيلت أن ما يحدث هو الكل يتحدث عنه ما يحدث، ولكن لم أحد يراه. هو تماما كحادثة مقتل أسامة بن لادن، الجميع يتحدث عن مقتل أسامة بن لادن ولا أحد رأى القتل ولا أحد رأى الجثة. ولكن علينا أن نتذكر الأمريكان يعني عملوا فيلم لحادثة القتل، وبالتالي أخاف أن ما يحدث ربما أن يكون هو فيلم أمريكي طويل. ولكن أستاذ عبد الله الحاضري، ما هو الدور الأمريكي الذي تلعبه في إعادة هيكلة الجيش اليمني؟ هل ما يحدث إذا هذا يعني ما يحدث هو إخراج إعلامي، يعني ليست هناك قرارات رئاسية، هل ما يحدث هو يعني اقتراح أمريكي باستخدام التقنيات الأمريكية في الإعلام؟ دعيني قبل أن أدخل في هذا الموضوع اللي طرحتي عليه، يجب أن نوضح نقطة حتى لا نزيف الوعي اليمني. الشعب اليمني شعب واعي وشعب حضاري، لا يمكن أحد أن يضحك عليه أو أن يدغدغ عواطفه كما يقول أستاذنا الفاضل. لكن أنا أريد أن أقول شيء. انتهى الاتحاد السوفيتي بقرار من غورباتشوف، لكن بقيت أراضي الاتحاد السوفيتي، بقيت موسكو، بقيت أوكرانيا. لماذا لا نريد أن نفهم أن الحرس الجمهوري والفرقة هي عبارة عن وحدات لا شخصية اعتبارية انتهت؟ بقيت الشيوعيه المنتقده، بقيت الشيوعيه للمتعصبين، اما الشعب الروسي خرج من هذا الاطار، وخرجت ايضا شعوب الاتحاد السوفيتي من هذا الاطار. انا اريد ان اقول الشخصيات الاعتباريه تزال بقرار، ولا ينبغي ان نشتتث اشتثار وننفيها من الارض. انا اريد ان اقول لا احد يستطيع ان يضحك على الشعب اليمني. انتهت الفرقه الاولى مدرع، انتهى الحرس الجمهوري، وانتهت هذه المسميات. اما بقيه الوحدات الذي يقول صاحبنا او اخونا الاستاذ انه اين ذهبت، اقول سيعاد هيكلتها وتوزيعها من جديد، ستقسم الى الويه، وفي لجان الان ستشكل وزاره الدفاع وتنزل الى المواقع التي فيها هذه الوحدات، وبالتالي تقوم باعاده توزيعها على المناطق العسكريه التي حددت. اذا لا يمكن لاحد كائن من كان ان يسخر من الشعب اليمني. انا اعتقد هذه التفاصيل سيتوه فيها الشعب اليمني. انا اريد حاجه، انا يعني اريد ان اتكلم عن الشعب اليمني. استاذه، ولكن عفوا هذه التفاصيل العسكريه يمكن ان يتوه فيها المواطن البسيط العادي. يا أختي منى، أنا أريد شيء واحد، يجب أن نتكلم عن الشعب اليمني بشيء من الحضارة، بشيء نحن لا نريد أن ننقص منه، ولكن نحن نريد أن نقول من الذي ينتقص من الشعب اليمني؟ هل من يعطي قرارات حقيقية أم من يضحك عليه إعلاميا؟ هذا هو السؤال. يا أختي منى، هذه قرارات سطرت أمام العالم بأجمع، وهناك التزام الآن بتنفيذها، والتنفيذ جاري على قدم وساق. ماذا يمكن أن يقال حتى يقتنع هؤلاء أن في فعلا قرارات سطرت، وأن في فعلا هيكلة جديدة، وأن في قيادات زيت تماما؟ يعني لم يعد هناك مسميات، لم يعد هناك شخصيات اعتبارية كانت موجودة وأزيلت وفقا للقرارات، تنفيذها أصبح الآن في مرحلة زمنية. ماذا يراد أكثر من هذا؟ أقصد أنه بعد ذلك هذا طب المستحيل. أنا أقصد أن القرارات الجمهورية الكل يلتزم بها. هذا جانب. عموما حتى أدخل في السؤال الذي طرحتيه، الثورة اليمنية والإشكال الذي تحدثت عن الدور الأمريكي، سؤالي كان عن الدور الأمريكي قبل الفاصل. هو الدور الأمريكي، أريد أن أسر إلى الدور الأمريكي. عموما المخرج يريد أن يخرج الآن إلى فاصل، اسمح لي. مشاهدينا، الموضوع ما زال مهم ومطروق، وأعدكم بفاصل قصير، سنعود بعد قليل. عدنا بعد الفاصل الذي كان فعلا قصيرا. أستاذ الحاضري، أنا كنت أسألك عن الدور الأمريكي. بحسب المبادرة الخارجية هو المسؤول تماما، السفير الأمريكي والدور الأمريكي، عن إعادة هيكلة الجيش. هل ما جرى هو اقتراح أمريكي؟
إذا أنا أريد أن أجيب على هذا السؤال، لكن أيضا أريد أن أجيب عليه بحسب المعطيات الموضوعية للأحداث في اليمن. الثورة اليمنية بحسب معطياتها ووقائعها استدعت تعاطف العالم معها. العالم أصبح الآن كلنا أصبحنا قرية واحدة، الكرة الأرضية كلها أصبحت قرية واحدة، ما يجري في أقصى الأرجنتين يؤثر علينا هنا في اليمن، وبالتالي كان هناك تدخل دولي. يعني اليمن لجأ من الأزمة العالمية المالية، يعني مش لهذه الدرجة المسألة. لا أنا أريد أن أقول شيء، يعني منذ صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 والمبادرة الخليجية وآلية التنفيذية أصبح هناك تدخل دولي مباشر، بل أصبحنا حتى أحيانا أشبه ما نقول تحت الحماية وفقا للقرار. التدخل 2014. غير التأثير. أنا أريد أن أقول شيء، يعني المواطن الآن يسمعنا عليه أن يعرف هناك فرق ما بين التدخل السياسي وبين التأثير الذي يحدث في العلاقات الدولية سياسيا واقتصاديا. أنا أريد أن أقول شيء، لا يمكن ابدا ان نقراها الا وفقا للعلاقات الدوليه. انا ارفض مساله انه نظريه المؤامره باكملها. هناك نعم دور امريكي، هناك دور روسي، هناك دور صيني، هناك دور عربي. لماذا نريد ان نفرد امريكا بالذات ونريد ان نحملها كل شيء ونريد ان نقول ان الامريكيين يتحكمون في شكل مباشر ونفرد كل الشخصيات الموجوده؟ لا اقول هناك دور امريكي لكنه ليس ذلك الدور الفاعل الذي نستطيع ان نقول انه يتفرد بالقرار اليمني. هناك تاثير دولي على اليمن لكنه ليس ذلك الدور الذي يلغي شخصيه اليمنية ولا القرار اليمني. هناك تبادل الاستشارات، هناك تبادل المعلومات، هناك بعض الاتفاقيات على المسار الاقتصادي والسياسي والأمني، كل هذه تشكل القرار اليمني. لكن لا يمكن أن نقول أن السفير الأمريكي هو الذي يصنع القرار اليمني وهو بوحده متفردا يؤثر على القرار اليمني. هذا كلام مستحيح وغير مضبوط، وينبغي أن نصلحه وينبغي أن نوضح. توجد بيننا علاقات نحن والأمريكان، توجد علاقات واضحة سياسية في شمس وأمام العالم بأجمعه. السفير الأمريكي نعم يقوم بدور وكذلك بقية السفراء، لكن أيضا وفق القرار مجلس الأمن الدولي وفق المبادرة الخليجية ووفقا لما طلبناها نحن وهم أيضا. هناك اتفاقيات مشتركة بيننا نحن وإياهم، وبالتالي مسألة أن السفير الأمريكي لوحده يؤثر على القرار اليمني أنا أعتبر هذا مبالغ فيه ويجب أن نوضحه. سأقف عند هذه النقطة. يقول الحاضر السفير اليمني ليس وحده من يؤثر على القرار اليمني، أمريكا ليست وحدها من تؤثر على القرار اليمني. أستاذ عبد الله السلام الحكيمي، هل يمكن أن نتحدث الآن عن الدور القطري، زيارة علي محسن الأحمر إلى قطر، التسريبات الصحفية والتقارير التي تحدثت أن هناك من بعد تدخل قطر في الحرب مع الحوثيين وأنها كانت لصالح الإخوان المسلمين جرى تأثير على الرئيس الجديد من قبل علي محسن الأحمر بالتوجه إلى قطر لبحث عدد من الملفات في الداخل، منها التعيينات، الوظائف الحكومية، منح الإخوان المسلمين مناصب كبيرة في الدولة، الأمر الذي طرحه الجانب القطري على الرئيس خلال زيارته المتكررة للدوحة بوساطة علي محسن الأحمر. ما رأيك أستاذ الحكيم؟ إذا كانت أمريكا ليست وحدها، ربما هناك أيضا دور قطري. لا، هو في الحقيقة اليمن موضوعة تحت الوصاية الدولية بشكل كامل، بمعنى أن ملف الجيش والأمن بكامله بيد الولايات المتحدة الأمريكية وهي قائدة المايسترو الخارجي. الحوار الوطني والدستور الجديد، مشروع الدستور الجديد بيد الاتحاد الأوروبي وبالذات فرنسا وألمانيا وبريطانيا من ثم في مجالات أخرى، هذا هم المتولين للحوار. الشؤون الاقتصادية والمالية تحت إشراف المنظمات الدولية، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ماذا بقى للسيادة الوطنية لكي تعمله؟ يعني عبارة عن شوية موظفين فقط من أجل الديكور. قضية قطر، قطر هي في الحقيقة ضمن مشروع أكبر، وهي الطرف الذي يمول مشروع يعني يجري الإعداد له منذ سنوات طويلة وتديره السياسة الأمريكية، وهي إيصال الجماعات الإسلامية، جماعات الإسلام الحزبي إلى الحكم في الدول السياسي. العربية ومن ضمنها اليمن. الإسلام الحزبي، يعني أنا أسميه الإسلام الحزبي لأنه السياسة، الإسلام السياسي، ما الدين هو سياسة في الحقيقة لأنه فيه تشريع. أتفق. أنا أسميه أميزه بأنه إسلام حزبي. إسلام حزبي. طيب. هنا وأنت تتحدث عن دور القطري. هنا وأنت تتحدث عن دور القطري، عفوا المقاطعة، ولكن علينا أن نقول أن الدور القطري هو كان ضد المبادرة الخليجية، ويعني حتى علي عبد الله صالح اشترط أن لا يوقع إلا في عدم حضور المبعوث أو المندوب القطري. يعني هناك الآن مبادرة خليجية بوفقها يتم الآن إدارة المرحلة الانتقالية، وهناك دور قطري. هل هناك تعارض ما بين المبادرة الخليجية التي هي السعودية وما بين الدور القطري؟
وأين أمريكا؟ أين تقع؟ يعني هي مع مبادرة ومع قطر. لا، هي الحقيقة قطر اتخذت موقف من المبادرة الخليجية تحت تأثير التنافس الذي كان قائما بين قطر والسعودية على النفوذ في المنطقة آنذاك. ولكن يبدو أنه أوعز لقطر أن تصمت أو أنها تغض النظر، لأنه هذه استراتيجية عالمية يتم تنفيذها. وواصل الحديث أن ما يجري هو ضمن رؤية لحل الصراع العربي الإسرائيلي مستقبلا، وهو أن يصل الأخوان المسلمين تحديدا للحكم في الدول العربية، ثم يعطوا شكل من أشكال الوحدة العربية، اتحاد عربي وما إلى ذلك تحت قيادتهم، ويتم التنازل عن أرض فلسطين كلها لليهود، ويكون الأردن وسيناء أو جزء من سيناء هي الوطن البديل للفلسطينيين، مقابل تنازلهم عن فلسطين ومقابل أنهم يحكموا في المنطقة العربية تحت اتحاد يعني عربي شبيه بالاتحاد الأوروبي وما إلى ذلك. فقطر تتولى جانب الإنفاق التمويل المالي لهذا المشروع الذي ترعاه الولايات المتحدة، وبالتالي حلفاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والغرب بشكل عام. والأخوان المسلمين هم الأداة المحلية في المنطقة العربية لتنفيذه، وقطر الممول والممول للنشاطات الإعلامية طبعا والفاينانسينج يعني التمويل المالي يعني. وهذا هو المشروع اللي يجري، حتى ما هو تأجيل الهيكلة، ما هيكلة الهيكلة في اليمن تأجيلها وإبقاء الصراع يعني غير محسوم من أجل أن يصل إلى 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 تمكين الأخوان المسلمين من السيطرة على الأوضاع في اليمن، وبالتالي تأثيرها على دول الخليج بالضبط بالذات السعودية، لأنه هو الاتجاه الإسلامي السني هو القادر على خلخلة الأوضاع في هذه الأنظمة الملكية المستقرة. يعني أفهم من كلامك أن بقاء الوضع في اليمن لا هو حرب ولا هو سلم، لا هي ثورة ولا هي مبادرة، لا هي هيكلة ولا هو إعادة موضوع المراكز القوة، هذا الوضع يخدم الأخوان المسلمين في اليمن كيف؟ يخدم أمريكا، لأنه الآن أمريكا تعزز وجودها العسكري المتنامي في اليمن. هناك انتشار في القواعد العسكرية في العند وفي عدن وفي سقطرة، وإضافة إلى مناطق أخرى بيكون في المكلا وغيره. هذه القوى برضو إضافة إلى التواجد العسكري الأمريكي في دول في قطر وفي البحرين وفي غيرها، ضمن هذه الرؤية لحل نهائي للصراع العربي الإسرائيلي عن طريق الأخوان المسلمين، لأنه الأمريكان يروا بأن المنطقة لا يستطيع أن يسيطر عليها إلا اتجاهات إسلامية يعني تحقق التفاف شعبي حولها، وبالتالي تستثمر هذا المشاعر الدينية لسيطرة على الحكم بالاتفاق مع الأمريكان وبالاتفاق حتى مع إسرائيل. حتى قضية ما جرى في غزة يعني لما تحللي تحليل دقيق تجد أنه وراءه ما وراءه يعني كلام كبير، لكن ليس موضوعنا هذا على كل حال. لا يعني هو يعني قبل قليل الحاضر يتحدث، حتى لو كان مش موضوعنا اللي حاصل في غزة وفي العالم وفي إسرائيل، ولكن الأستاذ الحاضر يتحدث أن العالم كله يؤثر على اليمن، ونحن في قرية كونية، وبالتالي ما يحدث أكيد يؤثر علينا. وصول الإخوان المسلمين في اليمن أكيد لا يمكن أن ينفصل عن وصولهم في المنطقة العربية بشكل عام. أستاذ حاضري، ما الذي يعني وصول الإخوان المسلمين، قوتهم العسكرية الآن، كل ما يحدث الآن، إعادة هيكلة الجيش بالطريقة غير المستقرة سياسيا، وأيضا الدور الأمريكي مرة أخرى، وأيضا مرة أخرى نكرر القاعدة العسكرية الأمريكية المتوسعة؟ يعني هناك جيش يمني لا يمكن أن يقف أو أن يتحدث أو أن يعترض على وجود قاعدة عسكرية أمريكية. أعتقد أن ضيفي في صنعاء لم يسمع السؤال، هناك مشكلة في الصوت. أعود مرة أخرى للأستاذ عبد الله سلام الحكيمي من بريطانيا. أستاذ سلام، أنت كنت قد اعترضت كثيرا على كل قرارات الرئيس هادي. يعني أنا يؤسفني أن الأستاذ الحاضري لم يسمع ما قلته، يعني المشروع الكبير الذي تحدثت عنه وهم جزء منه الأخوان المسلمين في اليمن، كان علينا أن نناقش هذه المسألة باستفاضة، ولكني سأعود على اعتراضات الرئيس هادي. معنى ذلك أن الرئيس هادي لا ينفذ إلا أجندة خارجية، ليست حتى أجندة يمنية، يعني ليست أجندة. نحن الآن نتحدث عن صراع داخل حزب المؤتمر، ولكن ما يحدث هو حقيقة أجندة سيقبل بها المؤتمر ويقبل بها الأخوان المسلمين. يعني حتى المؤتمر لن يعترض، حتى علي عبد الله صالح لن يعترض إن كانت هذه أجندة خارجية، أجندة أمريكية. لا، الحقيقة أنا لم أكن معارضا للرئيس عبد ربه منصور هادي على الإطلاق،
وأنا في قراراته، أول من أنا أقصد مش لشخصه، في بعض قراراته وتعييناته. نعم، لكن أنا أول من اقترح أنه يتولى الحكم بدل علي عبد الله صالح سنة 2007 في مشروع الإنقاذ الوطني الذي أعلنته. نعم. وأنا في القاهرة ذات. نعم. الحين ثم كنا ندعم الرئيس عبد الرب هادي على أساس أنه نمكنه من أن يحدث التغيير المطلوب، التغيير الثوري اللي راحوا آلاف الشهداء من أجله. ولكن بالله عليك يا أستاذ منى، ما الذي تغير عندنا في اليمن؟ لا يزال الوجوه الوجوه، والقادة القادة، والمسؤولين المسؤولين، والمراكز القوى العسكرية في موقعها وتأثيرها. سؤال صعب. لم يتغير إلا علي عبد الله صالح. سؤال صعب. يعني لا أحد في اليمن يستطيع الإجابة على هذا السؤال. أنت تسأل سؤال صعب أستاذ حكيم. يعني أنا سأجيب عليه. تفضل. يعني لم يتحقق شيء إلا علي عبد الله صالح فقط. يعني تنازل واقتنع ووقع على المبادرة الخليجية أنه لن يترشح، وراح باتفاق وليس بالخلع زي ما يقولون. نعم. أستاذ عبد الله الحاضري، عفوا دكتور عبد الله، كان الأستاذ سلام الحكيمي يتحدث أن هناك مشروع كبير، يعني نحن تحدثنا الآن عن الدور الأمريكي، ثم تحدثنا عن التقارب القطري الإخواني مع علي محسن الأحمر تحديدا، وهو تحدث، لا أعرف إن كنت سمعت هذه المداخلة، أن هناك مشروع لتمكين الإخوان المسلمين في اليمن وفي عديد من البلدان العربية لتنفيذ مشروع كبير يتعلق بإسرائيل، ويتحدث باستوطان الفلسطينيين وتنازل فلسطين للدولة اليهودية، وهذا لن يتم إلا بتمكين الإخوان المسلمين، ولذلك تجري هيكلة الجيش اليمني، لأن اليمن جزء من اللعبة الدولية كما تعلم، يعني هي متأثرة بالأرجنتين، مش حتتأثر في الحاصل في فلسطين، فلذلك تتم هيكلة الجيش بهذه الطريقة. تفضل. عموما أنا لم أسمع ما قاله الزميل، اللي انقطع عليه الصوت، لم أسمع ما قاله تماما، لكن يعني هو قال هذا باختصار. أنا أتكلم بثقافتي التي تعلمتها، وهي ثقافة القراءة الموضوعية للأحداث جميعا ولما يدور في الدنيا، بعيدا عن نظريه المؤامره، لاني لو سلمت بها لن اؤمن حتى بنظريه ادم، ولن اؤمن بالجنه والنار، ولن اؤمن بشيء، وسيقول ان امريكا هي التي صنعت ادم، وامريكا اللي صنعت الجنه والنار، وامريكا اللي صنعت كل شيء في الدنيا، وامريكا على كل شيء قدير. امريكا لم تفعل شيء بالتاكيد. يعني نحن يجب ان نسلم ان هناك امه، وان هناك شعوب ايضا لها قرار ولها وجود، وان امريكا ليست اله يعبد من دون الله، حتى نرجئ كل شيء لامريكا. عموما الاخوان المسلمين كيان موجود في العالم العربي، في العالم الإسلامي، وهو كان يجب أن يحترم، لأنه أصلا منبثق من الشعوب نفسها، ولديه برنامج واضح، ليس برنامجا استعماريا، وليس برنامجا، بل هم جزء من الشعب العربي، وهو تيار موجود. فلماذا نخشى منهم؟ نعم. إن تم تمكينهم أو لم يتم تمكينهم، ما داموا موجود ولديهم برنامج واضح لا يتضاد مع المواثيق الدولية ولا مع قوانين الشعوب، ما داموا مواطنين صالحين ولديهم برنامج، فنحن سنحترم الأخوان المسلمين، ولا بأس من تمكينهم من أي شيء في الدنيا ما دام ذلك يرضي الشعوب وبإرادة الشعوب. نعم. هذا جانب، والجانب الآخر نحن ربما ليس هناك وقت للجانب الآخر، يعني تقريبا انت ما اعطيتيني شيء. انا اسمحي لي استاذ منى اقول ان انت مجامله، وحقيقه ما اعطيتيني من الوقت حتى اوضح. لا مش انا مجامله، لا ادري ما هي القصه. هل اعطيتيني فقط حتى اسمع؟ احببتني حتى اسمع فقط؟ المشكله انه الاتصال عندك انقطع، ولكني لا انا ارجوك سمعتي لضيفك الاخر اكثر من شيء، وانا ما قلت شيء، بل ربما جعلتني مطيه للاباحه الظاهر. يعني لا 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 ايش القصه؟ لا 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 مش كذا، او انا معاذ الله الحاضر، انت عارف بالعكس، يعني انت يعني من الضيوف الذي نفخر بهم، بالعكس انت تمثل الرؤيه الاخرى التي نحن نناقشها. انا قبل نوضح شويه اسمعوا غير نظريه المؤامره، يعني بل انا الان بدات اشك ان وجودي معكم مؤامره والكوال وفي النظريه الامريكيه. انت لا تؤمن بالمؤامره الان، لازم تؤمن بالمؤامره. طيب خلوني اؤمن بها الان. تفضل 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 دكتور عبد الله، تفضل. لا انا اريد ان اوضح نقطه حقيقه، يعني المؤامره موجوده في التاريخ، لكن ليست كل التاريخ مؤامره، هذه جانب. والجانب الان من هذا كله يجب ان نتعامل بوضوع مع كل الاحداث بدون تشاؤم، ووضع المؤامره في جانب ضيق وليس في كل شيء. لا اريد ان اطيل عليك، ربما برنامجك مسحوم اكثر فعلا، يعني ولذلك ساقول شيء واحد. اليمن بخير، الثورة اليمنية أنتجت الإنسان اليمني، الثورة اليمنية لم تكن تستهدف أن تصل إلى أمور سياسية فقط، لأن الثورة لتستهدف الوصول إلى النظام السياسي وبعد النظام السياسي والقوانين، ولا تستهدف تغيير الإنسان، ليست بثورة. ونحن في اليمن حقيقة كان في استهداف لتغيير الإنسان، شخصية الإنسان. الآن الشعب اليمني يخرج بظاهرات في كل مكان، الشخصية اليمنية تغيرت، هذه هي الثورة، وهذا الذي كنا نريد. أما أصلح البلد والوضع فهذا يحتاج إلى مرحلة طويلة. الشعوب لا تتغير بين عشية وضحاها، الشعوب بحاجة إلى فترة طويلة. قد تحتاج إلى عمر جيل حتى تتغير بشكل جذري، ويجب أن نضع المجتمع الدولي جانب العلاقة، بالمجتمع الدولي على
العلاقات نعم. قائمة على المصالح المشتركة وليست قائمة نعم. على التبعية. نستطيع أن نقول بقدر الإمكان أن نحن قطعنا أشواط جيدة. نحن قطعنا أشواط جيدة. الأستاذ عبد الله الحاضري أخذ أكثر من الوقت الذي كنت أريده له، ولكن شكرا لك الأستاذ والصديق العزيز عبد الله الحاضري، وأعدك أن تكون معنا دائما في هذا البرنامج، لأن نحتاج أن نمثل وجهة النظر التي هي تلقى الكثير من الانتقاد. أستاذ عبد الله سلام الحكيمي، شرفتني فعلا اليوم في حضورك الأول معي في هذا البرنامج، وأتمنى أن نلتقي بكم دائما في على الهواء وأيضا على الأرض. ومشاهدينا الكرام، إلى اللقاء، شكرا لمشاهدة الحلقة.